مساحة الأربع جوانب بتوعه. إحنا عارفين إن المكعب كل وجه من أوجهه على شكل مربع، يعني المساحات بتاعته اللي هي الجانبية أو المساحة الكلية عامة الستة كلهم قد بعض. يعني لو جبت مساحة وجه واحد بس يبقى كأني جبت مساحة كل الإيه؟ الأوجه. يعني مثلا لو مساحة الوجه الأولاني اللي في الوش ده عندي طلعت مثلا بستة، يبقى مساحة الأوجه كلها بتاعته برضو بكام؟ بستة. قال لي طب أنا عايز أجيب المساحة الجانبية، مش عايز أجيب كله، يعني عايز أجيب الأربع جوانب بس. قال لي عشان أجيب مساحة الأربع جوانب بس، قال لي أنا ممكن أجيب مساحة وجه واحد واروح ضربه في أربعة. عشان أجيب المساحة الجانبية هجيب مساحة وجه واحد بس واضربه في أربعة. طب اشمعنى أربعة؟ قال لي اضربه في أربعة عشان هو ليه أربع جوانب، أنا مش هحسب القاعدتين، مش هحسب اللي فوق ومش هحسب اللي تحت. المساحة الجانبية للمكعب هجيب مساحة وجه واحد واضربه في كام؟ في أربعة. قال لي طيب إيه هي مساحة الوجه دي أساساً؟ ما أنا لازم أعرف إيه هي مساحة الوجه. مساحة الوجه هو الوجه بتاع المكعب، إحنا لسه قايلين إن هو على شكل إيه؟ على شكل مربع، وعشان أجيب مساحة الوجه لازم أجيب مساحة مين؟ المربع. طب إيه هي مساحة المربع؟ مساحة المربع طول الضلع في نفسه، وبعد كده اروح ضارب في اربعه. طول الضلع في نفسه دي هي نفسها مساحه الوجه، يعني مساحه الوجه طول الضلع في نفسه، والاربعه دي نزلت زي ما هي. طب انا عندي قانونين، يا اما مساحه وجه واحد مضروب في اربعه او طول الضلع في نفسه مضروب في كام؟ في اربعه. قال لي طب استخدم انهي واحد فيهم؟ على حسب المساله. يعني على حسب المساله، لو هو جالي في المساله مساحه الوجه اروح ماسك مساحه الوجه ضاربها على طول في اربعه يطلع لي المساحه الجانبيه. طب لو هو جايب لي طول الضلع همسك طول الضلع اضربه الاول في نفسه وبعد كده اجيب المساحه الايه؟ الجانبيه. قال لي طيب عايز اجيب المساحه الكليه للمكعب. المساحه الكليه للمكعب هو نفس القانون بتاع المساحه الجانبيه، هجيب مساحه وجه واحد بس المرة دي يضربه في كام بقى؟ في ستة. ليه هضربه في ستة؟ عشان انا بجيب المساحة الكلية، عايز الأوجه كلها هو ليه كام وجه؟ الستة، فهجيب الأربعة الجانبيين وهزود عليهم القاعدتين اللي فوق واللي تحت، فيبقوا كام وجه كلهم؟ ستة، فيبقى مساحة وجه واحد مضروب في مين؟ في ستة. قال لي طيب إيه هي مساحة الوجه؟ برضو اللي هي مساحة المربع. طب اللي هي إيه؟ طول الضلع في نفسه في ستة. يبقى أنا برضو لو مديني مساحة الوجه هروح ماسك مساحة الوجه ضربها في ستة على طول، لو مديني طول الضلع همسك طول الضلع أضربه في نفسه وبعد كده أروح ضربه في كام؟ في ستة. طيب تعالى ناخد مثال كده ونشوف. بيجي يقول لي مثال أهو، أوجد المساحة الجانبية والكلية لمكعب طول حرفه 3 سنتي. أنا هركز بقى هنا، بيقول لي أوجد المساحة الجانبية والكلية لمكعب طول حرفه، ولا مديني طول الحرف. احنا اتفقنا عشان اجيب المساحه الجانبيه عندي قانونين، يا اما مساحه وجه واحد اضربها في اربعه، يا اما طول الحرف في نفسه وبعد كده اضربه في اربعه. انا هنا مديني طول الحرف، يبقى انا عشان اجيب المساحه الجانبيه هقول له القانون بتاع طول الحرف، عشان هو مديني طول الحرف، مضروب في نفسه مضروب في كام؟ في اربعه، انا اسف، دي المساحه الجانبيه. طيب طول الحرف عندي هو مديهوني 3، اروح ماسك الثلاثه ضاربها في 3 وضاربها في الاربعه عشان بجيب المساحه الجانبيه، هتبقى 3 في 3 ب 9، 9 في 4 ب 36 سنتيمتر مربع. كده انا جبت المساحه الايه؟ الجانبيه. طب انا عايز اجيب المساحه الكليه، اجيب المساحه الكليه ازاي؟ هقول لك يجيب المساحة الكلية برضو طول الحرف، ادي المساحة الكلية
هجيب طول الحرف مضروب في نفسه، بس دلوقتي انا هجيب المساحه الكليه فهضرب في كام؟ في 6، فتبقى المساحه الكليه عندي 3 في 3، بس المره دي هضرب في كام؟ في 6، اللي هي تبقى 3 في 3 ب 9، 9 في 6 ب 54 سنتيمتر مربع. كده انا جبت المساحه الجانبيه والايه؟ والكليه للمكعب. تمام كده؟ ثواني كده معايا. كده انا جبت المساحه الجانبيه والكليه لمين؟ للمكعب. طيب تعالى ناخد مثال كمان كده، بيقول لي اوجد المساحه الجانبيه والكليه لمكعب مساحه أحد أوجهه 25 سنتيمتر مربع. خلي بالك بقى هنا كده، علشان أجيب المساحة الجانبية والكلية لازم يكون عندي حاجة من الاتنين، يا إما مساحة الوجه يا إما طول الحرف. تمام كده؟ في المسألة اللي فوق كان مديني طول الحرف، فقلت طول الحرف عشان أجيب الجانبية طول الحرف أضربه في نفسه وبعد كده في 4. طب هنا كان مدي عايز المساحه الكليه، فقلنا طول الحرف اضربه في نفسه اضربه في 6، ده عشان فوق كان مديني طول الايه؟ الحرف. لو قريت المساله بتاعت المثال الثاني دي بقى كويس، بيقول لي اوجد المساحه الجانبيه والكليه للمكعب مديني مساحه احد اوجهه، ومش مديني طول الحرف، مديني مساحه الوجه على طول. يبقى انا عشان اجيب المساحه الجانبيه مش هقول له بقى طول الحرف، لا انا هقول له همسك مساحه الوجه دي اروح ضاربها على طول في 4، بدل ما هو مديني مساحه الوجه، ومساحه الوجه عندي ال 25، اروح ال 25 ضاربها في ال 4 يطلع لي 100 سنتيمتر مربع. وعشان اجيب المساحه الكليه برضو همسك برضو مساحه الوجه اروح ضاربها في 6، تمام كده؟ ومساحه الوجه عندي برضو كام؟ 25، اروح ضاربها ب 6 على طول يطلع لي 150 سنتيمتر مربع. تمام كده؟ يبقى خلي بالك لما يكون طالب المساحه الجانبيه والكليه لازم يا اما يكون عندي طول الحرف وساعتها استخدم القانون ده، يا اما المساحه الوجه الواحد وساعتها استخدم القانون ده. تمام؟ طيب تعال ناخد مثال كمان، بيقول لي اوجد المساحة الجانبية والكلية لمكعب مجموع أطوال أحرفه 72 سنتيمتر. خلي بالك بقى هنا كده من المسألة دي، أنا بيقول لي أوجد المساحة الجانبية والكلية لمكعب مجموع أطوال أحرفه، مش مديني طول الحرف، ده مديني الأحرف كلها بتاعت المكعب 72 سنتي. أنا عشان أجيب المكعب لازم يكون عندي، عشان أجيب مساحة المساحة الجانبية والكلية لمكعب لازم يا إما يكون عندي طول الحرف الواحد أو مساحة الوجه. هو هنا مش مديني طول الحرف الواحد، هنا مديني مجموع الأحرف كلها اللي هو ليه كام حرف؟ إحنا عارفين إن هو ال 12 حرف. صح؟ هنقسم على 12. بالظبط كده، يبقى أنا لازم الأول أجيب طول الحرف عشان أقدر أجيب المساحة الجانبية أو المساحة الكلية، أجيب طول الحرف الأول. فأروح ماسك هنا ال 72 دي قاسمها على ال 12، هيطلع لي 6 سنتي. حلو كده، يبقى أنا كده جبت طول الحرف، وما دام جبت طول الحرف خلاص هقدر اجيب عندي المساحه الجانبيه، مش جبت طول الحرف، اجيب بقى المساحه الجانبيه اللي هي طول الحرف في نفسه في 4. تمام كده؟ اللي هي تبقى 6 في 6
4 اللي هي تطلع معايا 144 سنتيمتر مربع. طب اجيب المساحه الكليه، المساحه الكليه هتبقى طول الحرف في نفسه في 6، اللي هي تبقى 6 في 6 في 6 هتطلع ب 216 سنتيمتر مربع. تمام كده؟ طيب تعال ناخد معانا مثال كمان. بيجي يقول لي اوجد المساحة الجانبية والكلية برضو لمكعب محيط أحد أوجهه 28 سنتيمتر. خلي بالك بقى هنا برضو، أول ما يطلب مني مساحة جانبية وكلية أنا لازم يكون في دماغي حاجتين، يا يديني طول الحرف يا إما يديني مساحة وجه. لازم عشان أجيب مساحة جانبية أو كلية لازم يكون عندي حاجة من الاتنين، يا طول الحرف يا مساحة وجه. مش عندي أنا ولا طول حرف ولا مساحة وجه مش هقدر أجيب مساحة جانبية وكلية. هو هنا مديني محيط، من المحيط أنا ما أقدرش. لازم الأول من المحيط أجيب حاجة من الاتنين، يا طول الحرف يا إما مساحة الوجه. تمام كده؟ هو بيقول لي محيط أحد أوجهه، وإحنا عارفين إن الوجه بتاع المربع بتاع المكعب على شكل مربع، فما يديني محيط أحد أوجهه يبقى هو مديني محيط المربع، تمام كده؟ وبدل مديني محيط المربع إحنا عارفين إن أنا أقدر أجيب من محيط المربع أقدر أجيب طول الضلع. أعمل إيه عشان أجيب طول الضلع؟ بمسك المحيط أقسمه على 4. المحيط عندي هو مدوني كام؟ 28. أقسمه على 4 هيطلع لي 7 سنتي. كده أنا جبت طول الحرف، وبدام جبت طول الحرف، الحرف ده اللي هو الضلع عادي، هي الاتنين واحد يعني. وبدام جبت طول الضلع أو طول الحرف أقدر أجيب المساحة الإيه؟ الجانبية أو المساحة الإيه؟ الكلية. يعني أنا عشان أجيب بقى المساحة الجانبية هنا بتساوي هروح قايل طول الحرف في نفسه في 4. خلاص بقى عندي طول الحرف، طول الحرف عندي كام؟ عندي 7، يبقى 7 في 7 في 4 اللي هتطلع 196 سنتيمتر مربع. تمام كده؟ طيب وبعد كده اقدر بقى اجيب المساحه برضو الايه؟ الكليه. بقى عندي طول الحرف اللي هو 7 في 7 في 6 بقى هتطلع 294 سنتيمتر مربع. كده جبت المساحة الجانبية وجبت المساحة الايه؟ الكلية. في مشكلة لحد دلوقتي؟ لا يا مستر. تمام. ممكن يجيني مثال كمان زي كده؟ اوجد المساحة الجانبية والكلية لمكعب حجمه 125 سنتيمتر مكعب. خلي بالك بقى برضو هنا طالب مساحة جانبية طالب مساحة كلية، لازم يكون عندي حاجة من الاتنين، يا طول الحرف يا مساحة الوجه. أنا هنا مديني مين؟ الحجم، يبقى ما أقدرش أجيب مساحة جانبية أو كلية. لازم الأول أجيب طول الحرف، عن طريق الحجم أقدر أجيب طول الحرف. إحنا لو تفتكروا كنا بناخد الحجم الترم اللي فات طول الحرف مضروب في نفسه 3 مرات. طيب هو مديني الحجم أساساً كده كده، قال لي الحجم ب 125. فانا عايز اعرف ايه الرقم اللي اضربه في نفسه 3 مرات يديني 125. طبعا عارفينها من الترم اللي فات، الرقم اللي اضربه في نفسه 3 مرات يديني 125 اللي هو 5. اضربه في 5 اضربه في 5 يطلع لي 125. يبقى انا كده
عرفت عن طريق الحجم اللي هو ال 125 ده، قدرت اجيب طول الحرف الواحد. طول الحرف الواحد بقى عندي كام؟ بقى عندي 5، يبقى طول الحرف بيساوي 5 سنتي. خلاص انا جبت طول الحرف، اقدر اجيب المساحه الجانبيه واقدر اجيب المساحه الايه؟ الكليه. يبقى انا عندي المساحه الجانبيه، همسك طول الحرف اللي هو عندي كام؟ 5 مضروب في 5، طول الحرف في نفسه مضروب في 4، يبقى 5 في 5 في 25 في 4 يطلع لي 100 سنتيمتر مربع. وهجيب المساحه الكليه هتساوي 5 في 5 في 6، 5 في 5 ب 25 في 6 يبقى 150 سنتيمتر مربع. في مشكله في دي؟ لا. تمام. طيب ممكن يجي لي مثال زي كده؟ يجي يقول لي ايه؟ مكعب مساحته الجانبية 256 سنتيمتر مربع، اوجد مساحة أحد أوجهه، ثم اوجد مساحته الكلية. طيب خلي بالك بقى، هنا المسألة ماشية معايا بالعكس. يعني ايه ماشية معايا بالعكس؟ بيقول لي هنا مكعب مساحته الجانبية 256. هو كل مرة كان يطلب مني المساحة الايه؟ الجانبية أساسا، ويبقى مديني مساحة الوجه أو طول الحرف. المرة دي المسألة ماشية بالعكس، ده هو مديني المساحة الجانبية وطالب مساحة الوجه. بيقول لي وجد مساحة أحد أوجهه. لو نفتكر كده القانون لما نيجي نكتبه على جنب، هو المساحة الجانبية كنا بنمسك مساحة الوجه نضربه في 4. يبقى لازم عشان يكون عندي اجيب المساحة الجانبية يا اما عندي طول الحرف يا اما مساحة الوجه. خلينا في القانون بتاع مساحة الوجه، بمسك مساحة الوجه اضربه في كام؟ في 4، ده عشان يجيب المساحة الجانبية. المرة دي المسألة ماشية بالعكس. يعني ايه ماشية بالعكس؟ هو مديني المساحة الجانبية أساسا، وأنا عايز أجيب مساحة الوجه بقى. عشان أجيب مساحة الوجه هنا، أروح أنا بقى ماسك المساحة الجانبية اللي هو مديهاني أقسمها على 4. تمام كده؟ يبقى عشان أجيب مساحة الوجه أمسك المساحة الجانبية أقسمها على كام؟ على 4. تمام كده؟ اللي هي ال 256 دي اقسمها على ال 4 يطلع على 64 سنتيمتر مربع. اذا انا جبت ال 64 سنتيمتر مربع دي كده مساحه الايه؟ الوجه. بقى عندي مساحه الوجه اقدر اجيب المساحه الكليه. ما احنا عارفين ان المساحه الكليه القانون بتاعها يا اما طول الحرف في نفسه في 6، او مساحه وجه واحد مضروب في مين؟ في 6. فمساحة الوجه عندي خلاص انا جبتها، هي بقت ب 64، اروح اقول له 64 على طول ضاربها في مين؟ في 6. تمام كده؟ هيطلع لي 384 سنتيمتر مربع. في مشكلة دي؟ تمام. طيب برضو ممكن يجي يقول لي مكعب مساحة أو مساحته الكلية 96 سنتيمتر مربع، اوجد مساحته أو وجهه. عايز أجيب مساحة وجهه، مساحة وجهه هنا ايه؟
مساحة وجهه ومساحته الجانبية. طب ركز معايا بقى، في المثال اللي فات لما كان مديني المساحة الجانبية، مسكت المساحة الجانبية قسمتها على أربعة عشان يطلع لي مساحة الوجه. المرة دي هنا مديني المساحة الكلية، عشان أجيب مساحة الوجه همسك المساحة الكلية. حد يقدر يقول لي أقسمها على كم؟ ستة. برافو عليكي، ستة. تمام كده؟ المرة اللي فاتت قسمت على أربعة عشان كان مديني مساحة جانبية، هنا مديني مساحة كلية عشان أجيب مساحة الوجه، همسك المساحة الكلية أقسمها على ستة، هتبقى الستة وتسعين عندي مقسومة على الستة هيطلع لي 16 سنتيمتر مربع. كده أنا جبت مساحة الوجه الواحد، وبدام جبت مساحة الوجه الواحد خلاص هقدر أجيب المساحة الجانبية اللي هي القانون بتاعها عندي مساحة وجه واحد مضروب في أربعة. وأنا جبت مساحة الوجه عندي 16، أروح ماسك ال 16 ضاربها في مين؟ في الأربعة. تمام كده؟ هيطلع لي 64 سنتيمتر مربع. ناس في مشكلة كده في الكلام ده؟ كله معايا؟ لا. لا ما فيش. تمام، ده كده كان المساحة الجانبية والكلية للمكعب. احنا كده فاضل لنا حاجة واحدة بس، اللي هي المساحة الجانبية والكلية المتوازي المستطيلات. دي كل الأفكار بتاعت المكعب على فكرة، بتاعت المساحة الجانبية والكلية للمكعب، كل الأمثلة اللي احنا خدناها دي هي كل الأفكار بتاعتي. تمام كده؟ كده احنا خدنا كل حاجة، فاضل لنا المساحة الجانبية والكلية المتوازي المستطيلات. يوم الحد أو يوم الاثنين إن شاء الله لو أنتم ما جيتوش هنطلع برضه حصة أونلاين، هناخد المساحة الجانبية والكلية المتوازي المستطيلات، بحيث إن احنا كده الشهر بتاعنا يبقى خلصان. تمام؟ مستر قول، ما ناخدها دلوقتي مش هنلحق عشان في ناس تانية داخله برضو، عشان في مدرسين تانية داخلين اونلاين، وعندنا الوقت برضو، هو الوقت عندنا اساسا الحصه كلها على بعضها بتبقى نص ساعه. ماشي خلاص تمام. يوم الحد او الاثنين، يوم الحد او الاثنين. لو يوم الحد مش اجازه، يعني لو مش اجازه عشان ممكن يبقى 25 ده اجازه، لو مش اجازه هطلع يوم الحد اشرحها لكم. خلاص؟ ماشي. لو يوم الحد طلع اجازه يوم الاثنين هطلع اشرحها لكم. ماشي. خلاص ماشي اوكي. هو ده الدرس الوحيد اللي فاضل لنا يعني. يا مستر يوم الاثنين امتحان سنه خمسه. طب انا مالي يوم سنه خمسه؟ انا عندي يعني نطلع فيه عادي يعني؟ عادي ما فيش مشكله. انا ما نطلع وما لهاش علاقه بالفصول يعني. انا ما بديش سنه خمسه. ماشي اوكي. مع السلامه.